لجميع فئات وزارة التربية الوطنية من أساتذة كل الذين فرض عليهم التعاقد وصولا إلى المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والإدارة التربوية والمبرزين وأساتذة التعليم الثانوي التسهيلي وأساتذة التعليم الثالثي إذا جميع الفئات الجامعة الوطنية للتعليم منذ وقت لواء الاتحاد المغربي للشغل ستكون في قلب جميع الفئات وتكون مستعدة إلى وحدة مستعدة كذلك إلى وحدة نقابية حقيقية من أجل النضال حتى انتزاع المكاسب والحفاظ على المكتسبات السابقة. إذا فلنوحد الصفوف وأكيد أن النصر آتي وأن الإدماج آتي هي نضالية لعموم الشغيلة التعليمية ولعموم فئاتها. والإدماج واخدة مطالب ولا مدة ولا مدة والإدماج ولا مدة والإدماج ولا مدة الكلمة للإخوة في الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي رفيق العونية الدغني. تحية نضالية. اليوم النضال في الشارع هو بداية الحل ديال المشاكل ديال الشعب المغربي ومن بينها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. لماذا كنقولوا هذه الفئة؟ لأن العدد ديالهم اليوم أصبح 50,000 أستاذ وأستاذة، بمعنى مستقبل ديال التعليم، مستقبل ديال التعليم هو هذا. في الوقت للأستاذ غادي تحرموا من أبسط شروط ديال العيش الكريم، من أبسط شروط ديال العيش الكريم، فكيفاش غادي يمكن يؤدي المهمة ديالو؟ كنعرفوا بأن الدولة الحالية الأساس ديالها هي ضرب كتلة الأجور، ضرب كتلة الأجور على أساس أن الشعب المغربي هو اللي غيعدي الضريبة ديال التعاقد. الشعب المغربي هو اللي غيأدي هاد الضريبة، ماشي احنا اللي فوضنا لها الحكومات ديال انهم ياخذوا الديون من الخارج باش نخلصوا عليهم. 25 مليار اللي طبات على البرنامج الاستعجالي، واش هاد 25 مليار ما كافياش باش